السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك انت بالتحديد. النهارده معانا اشاره جديده من الباب الثاني، سينيالي دي بريكولو، اشارات الخطر. نشوف مع بعضنا اشارتنا النهارده. باساجيو اليفيلو كون باريرا او سيما باريرا، معبر سكه حديد بحواجز او بانصاف حواجز. ده اشارتنا النهارده. ازاي نقدر نحل الاسئله اللي ممكن تجينا عليها؟ هنحلها بالكلمات الاتيه. أول حاجة، بما إن ده تبع إشارات الخطر يبقى محتاجين كلمة بريكولو خطر، يبقى كلمة بريكولو. طيب إشارات الخطر بتتواجد على مسافة 150 متر، يبقى محتاج 150 متر. طيب الكلمة الثالثة، الإشارة ديت بيبقى موجود عندها أجهزة صوتية وأجهزة ضوئية. الأجهزة دي اسمها إيه؟ ديسبوزاتيفو، جهاز. يبقى كلمة ديسبوزاتيفو أجهزة أو جهاز. الإشارة دي اسمها إيه؟ باساجيو أليفيلو كون باريرا، يبقى كلمة باريرا حواجز. باريرا فيرو لو جه معاها كلمة من الكلمات ديت سبينتا أو كانتيرا تبقى فالصو. باريرا فيرو لو جيت معاها سبينتا تبقى فالصو، جيت معاها كلمة كانتيرا استرادالي تبقى فالصو. بعد كده عندي كلمة انتنسو، زحمة أو ازدحام. يبقى إحنا هنا في حالة الازدحامات مفروض ما نقفلش المعبر، يبقى كلمة انتنسو ازدحامات. اخر كلمه، كلمه نش ساريو، من الضروري ان احنا نخفف السرعه، ان احنا ناخد بالنا ننتبه، ان احنا ما نقفش ما نتوقفش، يبقى كلمه نش ساريو من الضروري. استثناء واحد بس، كلمه نش ساريو لو جه معاها كلمه سولو تبقى فالصو. يلا مع بعض ندخل على الاسئله ونطبق الكلام ده عملي في حل الاسئله. نشوف مع بعضنا السؤال الاول بيقول لي ايه. اول حاجه بحدد الأول الإشارة بتاعتي، مثلث اللي فيه الشباك. باساجيو ليفيلو كون باريرا سيما باريرا، محتاج إيه؟ باريرا فيرو. اتنين ديسبوزاتيفو اللي هو جهاز فيرو. تلاتة باريرا فيرو. أربعة باريرا فيرو. خمسة عندي كلمة ديسبوزاتيفو وعندي كلمة باريرا، أنا محتاج واحدة بس يبقى فيرو. ستة تشينتو شيكونتا متري فيرو. سبعة نش ساريو من الضروري فيرو. 8 باريرا وعندي كلمة ديسبوزاتيفو واحد تكفي يبقى فيرو. 9 بريكولو فيرو. 10 نش ساريو فيرو. 11 انتنسو ترافيكو اللي هو ازدحمة المواصلات فيرو. 12 نش ساريو فيرو. 13 في عندي كلمة نش ساريو وعندي كلمة ديسبوزاتيفو، أي واحدة تكفي يبقى فيرو. 14 انشيدنتي حادثة يبقى فيرو. 15 بقى ادور على كلمه من الكلمات ديت، باريرا تشيكونتا متري بريكولو ديسبوزاتيفو انتنسو نيشيساريو، مش موجوده يبقى فالصو. 16 نفس الكلام، ادور على كلمه من الكلمات ديت، مش موجوده يبقى فالصو. 17 دور معايا على كلمه من الكلمات ديت، مش موجوده تقول له فالصو. 18 نفس الحكايه، دور معايا على باريرا تشيكونتا متري بريكولو ديسبوزاتيفو انتنسو نيشيساريو، مش موجوده فالصو. 19 فعندي كلمة باريرا بس معاها كلمة اسبنتا، ده الاستثناء الأول مع كلمة باريرا يبقى فالصو. 20 دور على كلمة باريرا مش موجودة، تشيكونتا متري مش موجودة، بريكولو ديسبوزاتيفو انتنسو نيشيساريو مش موجودة يبقى فالصو. 21 نفس الكلام، دور على كلمة من الكلمات ديت مش موجودة فالصو. 22 برضه مفيش كلمة من الكلمات ديت تبقى فالصو. 23 دور معايا على كلمة باريرا أو كلمة تشيكونتا متري بريكولو ديسبوزاتيفو انتنسو نيشيساريو مش موجودة يبقى فالصو. 24 باريرا بس معاها كلمة كانتيرا تبقى فالصو، يبقى ده الاستثناء الثاني، باريرا مع كانتيرا
أو barriere مع spent تبقى false. 25 دور على كلمة من الكلمات ديت مش موجودين تبقى false. 26 في كلمة necessary ومعاه solo تبقى على طول false. 27 نشوف مع بعضنا على كلمة barriere مش موجودة، كلمة change quantimetry pericolo dispositivo intenso necessary مش موجودة تبقى الإجابة false. كده احنا حلينا كام سؤال؟ احنا حلينا دلوقتي 27 سؤال، اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تشوفهم في أي مكان على الإشارة دي اللي هي باساجو أليفيلو كون باريرا أسيمة باريرا مع برسك حديد بحواجز أو بأنصاف حواجز. حلناهم بإيه؟ حلناهم بالكلمات الآتية: باريرا، تشينتوتشي كونتمتري، بريكولو، ديسبوزاتيفو، انتنسو، نيشيساريو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.